لعبة تروبيكو من سلاسل ألعاب الـ RTS الاستراتيجية المحبوبة جدا بسبب تعمقها في تفاصيل إدارة الدولة أو المدينة واستغلالها النقطة دي على حساب الحروب والصراعات، وكانت من سلاسل الألعاب اللي بتصدر تقريبا بشكل سنوي، لكنها اختفت لمدة 4 سنين بعد إصدار الجزء الخامس. لكن دلوقتي نقدر نقول لكل محبي الدكتاتورية والاضطهاد وحكم الفرد الواحد إن دي فرصتكم تمارسوا كل اللي بتحبوه بحرية. أنا عبد الرحمن أحمد من عرب هاردوير، ودي مراجعتنا للعبة تروبيكو 6. يمكن سبب تأخير اللعبة المرة دي هو ان عملية التطوير بينفذها استوديو جديد وهو ليمبيك انترتينمنت، بس ده مش معناه ان هوية اللعبة اتغيرت. لكل اللي بيحبوا السلسلة، تروبيكو لسه تقريبا بكل العوامل المألوفة واللي اللاعبين معتادين عليها. اللعبة ما زالت مصنفة كسيتي بيلدر مع التركيز على الجانب اللوجستي والإدارة مع بعض العوامل المتعلقة بالسياسة والدبلوماسية. لعبة تروبيكو بتتميز باسلوبها السياسي الساخر، وفي اوقات كتير هتحس ان اللي اشتغل على اللعبة عندهم خبرة فعلا في العمل السياسي. تروبيكو 6 قدمت بعض التغييرات لاسلوب اللعب، زي انك حاليا وبدل ما كنت بتوازن مطالب شعبك بين فئتين بس من الناس، دلوقتي هتلاقي نفسك مطالب بالموازنه مع 4 فئات على الاقل، بالاضافه للقوى العالميه الخارجيه ممثله في الدول العظمى. يعني بتتعامل مع 6 فئات مثلا، كل منها ليه مصالح مختلفه في دوله تروبيكو، ومسؤوليتك كحاكم هو تلبيه طلباتهم بما يتوافق مع مصالح الدوله ومصالحك الشخصيه طبعا، ده اذا ما كانش المصلحتين واحده. التغيير الثاني هو نظام الداينستي اللي كان بيمنحك حاجه اشبه بالعائله المالكه، اللي كل منهم مهارات تقدر تفيدك في مهماتك المطلوبة، وكل واحد منهم كانت مهاراته وصفاته بتتضاعف تأثيرها في حال انتخابه كرئيس، وكان من الممكن انك تعمل ليفل اب للمهارات دي اثناء اللعب. دلوقتي تروبيكو 6 بتلغي نظام السلالة او الداينستي، وصفات الرئيس او البريزيدنتي ممكن تختارها في الاول وانت بتصمم الشخصية، والصفات دي لا بتتغير ولا بتتطور، بالعكس بتفضل معاك طول فترة لعبة. التغييرات الاعمق في اسلوب اللعب نفسه مش كتيرة قوي، لكن لو انت شخص جديد على السلسلة فكل ميكانيكس اللعبة تقدر تتعلمها من التوتوريال اللي في اول اللعبة. التوتوريال بياخدك خطوة بخطوة في كل تفاصيل اللعبة عن طريق ميشنز مصغرة بسيناريو سهل بحيث تتعلم عن طريق الممارسة، ومن بعد التوتوريال هتلاقي نفسك تقريبا عارف كل التفاصيل اللي هتساعدك تكسب في المهمات الأكبر في القصة. أثناء اللعب التعقيد والصعوبة بتزيد تدريجيا بتخطيك لحقبة زمنية معينة، ونقدر نقول إن الأمر هيكون بسيط أكتر في الفترة قبل الحرب الباردة، وبعدها الأمر تفاصيله بتزيد بشكل كبير نظرا لتطور التكنولوجيا والسياسات طبعا. مهمتك الأساسية في المراحل الأولية هي غالبا إنشاء نظام اقتصادي مستقل للبلد وتحقيق اكتفاء ذاتي عشان تقدر تعلن استقلالك بمساعدة جزء ثوري من الشعب عن السلطة الملكية اللي هي سبب تعيينك كحاكم في الأساس، والسعي إن فئات الشعب تنتخبك كرئيس بعدها. بعد انتخابك كرئيس مهمتك الأساسية بتتحول إلى الحفاظ على كرسي السلطة بأي شكل أنت شايفه، إرضاء الناس وتحويل المدينة ليوتوبيا أو الحكم الدكتاتوري بقبضة من حديد. الاثنين هيوصلوك لنفس النتيجة، لكن الاختلاف في التفاصيل والمتطلبات لكل واحدة، ومفيش مانع أبدا إنك تخلط بين الاثنين طبعا. واجباتك كرئيس هتكون مفصلة جدا، فأنت مسؤول عن كل جوانب الحياة في دولة تروبيكو، من أول توفير فرص العمل السكن ولحد الوسائل الترفيهية، وأفعالك كلها هتكون بعوق، فتنفيذ مطالب لفئة معينة من الشعب هيبقى معناه بالضرورة تقليل شعبيتك عند فئة تانية، فاختيار تنفيذ المطالب أو تجاهلها لازم يكون قرار استراتيجي ودبلوماسي في المقام الأول. على المستوى البصري تروبيكو 6 مش أحسن لعبة ممكن تلاقيها في الجانب ده، وفي أحسن الأحوال هي مقبولة وشكلها لطيف على إعدادات ألترا، ويبدو إن الفريق المطور ما كانش حاطط في اعتباره تحديث الشكل البصري للعبة كأولوية. يمكن ده سببه يرجع من الخوف من اللاعبين في حالة التغييرات الكتير، لكن ما افتكرش أبدا إن التغيير على مستوى الجرافيك للأحسن هو حاجة مرفوضة أو محدش بيحبها. بس على أي حال لعبة سيتي بيلدر زي تروبيكو محدش بيكون مستني منها تجربة بصرية مذهلة في الأساس، أنت بتقضي معظم وقتك في اللعب من منظور بعيد ومش بتركز أساسا في التفاصيل الصغيرة. على مستوى الصوت اللعبة مش بتقدم حاجات ممكن نتكلم عنها كتير، غير يمكن الساوند تراك المميز اللي بيعيشك في جو الشواطئ الكاريبية، وهو الصراحة مناسب جدا لجو اللعبة زي تروبيكو. في ناس شايفه ان الساوند تراك والموسيقى كانت محتاجه تنويع اكتر، لكن في الحقيقه متطلبات الموسيقى في لعبه استراتيجيه مش بتتطلب ابدا تنويع، بالعكس معظمنا بيفضل الموسيقى اللي بتتكرر في الخلفيه لانها بعد وقت من اللعبه هي كمان بتروح لخلفيه في دماغ ومش بتبقى سامعها فعلا، عشان التركيز بيكون على المهمه اللي قدامك. اللعبه بتعاني من بعض المشاكل او البجز اللي ممكن تتحل بابديتس، واللي في الحقيقه كانت المفروض تتحل قبل الاصدار نظرا ان المشاكل دي كانت معروفه فعلا من مرحله البيتا، زي انك ممكن تبني بيوت ويكون فيها اماكن متاحه ومع ذلك ما زال عندك نسبه عاليه من السكان مشردين. ده غير بعض المشاكل الخاصة بنظام ساند بوكس اللي بتلعب فيه من خلال خريطة عشوائية، اللي احيانا بيبقى فيها مشاكل تصميم بتخلي عملية الوصل بين الجزر في خريطة ما مستحيل، او انك تعمل خط تجاري بين واحدة من الدول العظمى وتصدر منتجاتك فعلا لكن اللعبة ما تحسبش العملية فتضطر تكررها مرة تاني، مع احتمالية انك تفشل في المهمة لو هي محكومة في فترة معينة. في النهاية لعبة تروبيكو 6 يمكن تكون اكتر اصدار بيحتوي على تفاصيل في السلسلة وفيها تحسينات كتير عن الجزء الخامس، ولكن التحسينات والتغييرات دي مش كفاية انها تخلي اللعبة مشروع جديد بالكامل، ولكن هي بالتأكيد صورة محسنة جدا من تروبيكو وتجربة أولى ممتازة لاستوديو ليمبيك انترتينمنت. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو لو عجبك، واعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردوير لو انت جديد معانا، وفي نهاية الفيديو سلام.